اخبار اليوم. جودات كويسين، فلما اجي اقول 30% جودات خالص اسماء ده مهم. يعني اشمعنى بعد اذن حضرتك لما النادي الاهلي كان قاعده اسماء هي 10 سنين كان في انجازات؟ لا بس بعد كده المجلس كله زيو وكله لا لانه ما نزلوش. لا بس ولو نزلوا كان كلهم ينجحوا. بس كده بس ما لا ده هم سقطوا حتى لو كانوا نزلوا انت فاهم لان الدنيا كانت اتغيرت وكلهم كانوا بيدعموا ابراهيم معلم. لكن انا عايز ارجع ليه مساله انه التركيبه دي واللغط اللي موجود في الشارع المصري والفوضى البشعه اللي في كل القنوات الفضائيه والازمات يعني دي اسوء فتره بتمر بها الكره المصريه. صحيح. كل الاعلاميين بيضربوا بعض ده اتحاد الكوره بعضهم كان على خلاف مع بعضين. صحيح. العلاقه بين انفلات في كل المناحي في كل وجزء كبير من هذا الانفلات انفلات اعلامي. يعني بتلاقي الراجل قاعد مدرب الكوره قاعد يخلص الماتش بتاعه ويروح راجع الاستوديو يهدل اي كلام ينزل في ريتو كويس تتغير. الراجل قاعد عضو مجلس اداره اتحاد الكوره يقعد في الاستوديو كتير ويجيب الشله بتاعته والناس تتكلم وده غلط في الشارع. سمير زاهر يعني خالد الزيك سمير زاهر كان حاول ينظم هذا الموضوع. سيادتك عضو مجلس اداره كنت بلعب يبقى عضو مجلس اداره. سيادتك مدرب تبقى مدرب. لكن كله منفذ على بعضه لمصالح هو اتحاد الكوره وخالد اتحاد الكوره والاطراف الاعلاميه اللي جابتنا بعض. فانا بشوف متحدث اعلامي عندك شغال بس في تروه كل ما يطلع يروح مدافع وخلاص ما كانش فيه منطق ولا حاجه. انا بعتقد ان الجانب الاعلامي عندك هيبقى له دور كبير جدا جدا في مساله تنظيم وتهيئه وتوجيه وتهدئه الشارع. لا ان يثير الجدل بشكل كبير وكلنا شفنا المره. هتعمل ايه في البلد؟ زي ما قلت لحضرتك المفاهيم مختلفه. زي ايه؟ يعني مجلس الاداره هي دي اللي عملته. لازم يبقى موجود عند على كل اللي قاعدين على الترابيزه. ده شرط اساسي عندي. اللي يبقى معايا في القائمه مش هيدير شغل. اللي هيدير هو الاداره. امال هو ايه جاي طرطور؟ مش طرطور. وانا بتحدى دوله بروح كلها طش وطرطور. وانا اللي بوافق على كل حاجه يس اور نو. تمام. يعني هو كل الشغل اللي بيتعمل لازم انت توافق عليه. لما تدي للناس شغلها لما انا يعني واحد بيشتغل طول عمره مسابقات انا احسن منه. لما باجي اسال على مراقبات المباراه وانا بقالي 100 سنه في رقبتي من 25 سنه باجي اسال احمد انه لسه جاي لغايه دلوقتي. هو احمد غير القواعد ده الصح مش بتاعتي دي. انا كهنا جوده مش بتاعتي. يعني دايما بعتمد على الاداره. على الاداره مش ان انا اتفلسف. على الاداره ان يبقى في ناس كويسه تحت بتشتغل وشباب جديد بيشتغل. وانا بريده قلت لحضرتك 2006 2009 مش كان مجموعه شباب بقى في منهم وزراء. هو حتى الكبار اللي انا جبتهم علم صلح وكان مين يعرفه؟ بقى وزير. لما اخترت كل الناس بقت وزراء سفراء. اتقلبت الدنيا في الاتحاد ان ولا واحد من اللجان من الاتحاد ولا اخدت واحد من اللجنه وده انا بريده اصفتها بعد اذنك. انا جبت الناس لما افتكر الوزراء اللي كانوا معايا حاتم الجبلي كان مين يعرفه؟ انا ماسك اللجنه الطبيه بقى وزير انتوا ناسيين بس. انا ما كنتش فاكر ان حاتم الجبلي موجود اصلا. على حاتم الجبلي قلت له يا حاتم مدحت الله يرحمه يمسك بقى رئيس اللجنه هو كان متفرج. قال لي لا امانه انت بتاكل عيشي. ليه يا عم حاتم؟ قال لي انا تعبي. انا وزير بس انا رئيس اللجنه لغايه لما طلع وكان رئيس اللجنه. لما الواد وقع ولسانه اتقلب كنت بيكلمني هو وزير صحه. قال لي شفت ولادي البنت اللي بترعوا من كوادر 2006 هي اللي دخلت الواد محمد الصديق شالت له اللسان. دول ولادنا. هل انت مؤمن؟ وبالتالي انت بتختار لازم لو اخترت صح ربنا يكرمك. هل تؤمن بان المدرب